نعم أخي، بالنسبة لموضوع كيف يمكن الاستفادة من الموقع يعني بشكل عملي ومن المنصة، طبعا أول ما يسجل الباحث أو يدخل إلى الموقع يضغط على تسجيل جديد عضو جديد، ثم يضع البيانات الرئيسية المطلوبة مثل الاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية والبريد وكذلك الدولة وكلمة المرور، ثم يضغط على زر تسجيل. بعدها يمكن أن يدخل إلى لوحة التحكم الخاصة بي ويضع كل ما يعني لديه من إنتاج علمي، من أنشطة، من بحوث، من المراحل الدراسية، المناصب الأكاديمية، كل هذه لها يعني حقول مخصصة في داخل الموقع. كذلك ممكن الاستفادة من المنصة في موضوع المجتمعات العلمية، يعني في مجتمعات علمية بتخصصات متعددة، فممكن الشخص السائل أو الباحث يسأل سؤال وسيتلقى إجابة مناسبة لسؤاله من خبراء في مجال تخصصه، يعني من الأقران في مجال تخصصه. مثلا لو كان سؤال عن الذكاء الاصطناعي مثلا، فيمكن أن يسأل هذا السؤال في المجتمع ويحصل على إجابة يعني مناسبة وملائمة لسؤاله. طبعا في المجتمعات العلمية لا يتم وضع أي موضوع، وإنما فقط سؤال محدد، يعني يجب أن تسأل سؤال واحد فقط في المجتمعات العلمية. أيضا من ضمن الميزات الأخرى في داخل المنصة هي فقرة المجاميع البحثية. المجاميع البحثية هذه تتيح للباحث أن ينشئ مجموعة بحثية بتخصص معين تكون خاصة، وينتمي لها مجموعة من الباحثين، هو يختارهم أو هم يعني يبدون رغبتهم بالانضمام، ويعملون بحث مشترك أو كتاب مشترك أو فصل في كتاب أو مشاركة بمؤتمر أو مشروع علمي. كل هذه ممكن أن تكون يعني في داخل منصة أريد. أيضا يوجد في المنصة قسم خاص يسمى بمدونة عالم. مدونة عالم تتيح للباحث أن يعني يقوم بعملية التدوين العلمي، يعني ينشر مقالات هو كاتبها، ينشر بعض البحوث، بعض الملخصات للكتب، الآراء، وجهات النظر في موضوع في ظاهرة علمية معينة، فيعتبر كفانس يعني كنوع من المصدر لبقية الزوار وكذلك المؤسسات الأخرى، أنه هذا الباحث المعين أو العالم المعين تكلم بهذا الموضوع وكان رأيه بالموضوع بهذه الجزئية. يعني تتيح أيضا موضوع المجاميع البحثية اللي تسمى بريسيرش جروبس، وهو يعني واحدة من الأهداف المهمة في المنصة هو تفعيل الريسيرش جروبس، أنه عمل بحوث يعني اللي يسموها بالمالتي ديسبلينري ساينسز أو مالتي ديسبلينري ريسيرش، أي بحوث متنوعة. قد يدخل شخص من الآي تي، أو يدخل شخص من مثلا الدراسات الشرعية، يدخل شخص في تخصص آخر يعني مثلا، ويعملون بحث مشترك واحد ينفع ويكون قابل للتطبيق على أرض الواقع. طبعا وهذا يكون أكفأ من البحوث المتخصصة بمجال تخصصي دقيق. يعني هذا هو الاتجاه العالمي الآن في موضوع المالتي ديسبلينري والإنتر ديسبلينري ريسيرش.